رحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غالين. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات، جديدنا لليوم للعملاق الصيني شركة شنجان، أكثر سيارة SUV مطلوبة في أسواقنا شنجان CS95. نتكلم عن كافة مواصفاتها وميزاتها. طبعا الشكل السابق حاليا في 2021 أكيد حصلت عليها تغييرات كاملة، جاية بشكل جديد، لكن اليوم لقينا الشكل القديم فحبينا نستعرض مع بعض مواصفاتها بشكل سريع. قبل ما نبدأ هذه التغطية أتمنى منك الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة أعطونا آراءكم وتقييمكم لشكل شنجان السابق في قناة التعليقات ونبدأ تقييمنا للسيارة. وش الأفضل، هذا الشكل أو الشكل الجديد؟ طبعا شركة شنجان بشكل عام من أكبر الشركات الصينية، وتعتبر وجودها في أسواقنا من أكثر الشركات الصينية مبيعا للسيارات. تعتبر شركة شنجان كمواصفات كسعر كميزات داخلية تعتبر من أفضل السيارات أو من أجمل السيارات اللي موجودة، فيها مواصفات وسعر وضمان. سيارة شنجان CS95 طبعا أنظمة استشعار بالإضافة لحساسات أمامية وخلفية وكاميرات محيطية بشكل كامل. كاميرا أمامية في الواجهة الأمامية من أفضل 4 كاميرات موجودة في السيارة، تفاصيلها جدا جميلة ومزاياها كثيرة نتكلم عنها بشكل كامل. في الواجهة الأمامية خط من الكروم موجود في الشبكة الأمامية بالإضافة لفتحات تهوية موجودة وإضاءات LED نهارية بشكل كامل. طبعا جاي تطعيمات كروم على غطى المحرك بالتحديد، ما هي فتحات للتهوية لكن اكسسوارات كلها، فمعطي السيارة طابع جميل ومنظر جميل من الجنب. كاميرات جانبية من أصل 4 كاميرات مثل ما قلنا، خاصية الدخول الذكي، عوارض بالسقف وسقف بانوراما، إشارات، كلها أمور. تيربو طبعا سيارة جميلة بالمواصفات بالشكل، كمحرك 2000 cc تيربو، فتعطيك اسطبل من الأحصنة، الكثير من الأحصنة تعطيك هذه التربوهات أو هذا المحرك 2000 cc. حساسات خلفية وفتحتين للعادم، شعار شنجان على غطى المحرك أو على الباب الخلفي بمعنى أصح. CS95 360 تيربو، سيارة 4-wheel drive، دفع رباعي. طبعا التصميم الداخلي، الشكل الداخلي شنجان CS95، هلا والله ابو عابد، هلا والله، دقيقة بس خلنا نخلص. تقييم استهلاك الوقود 12.2 كيلو لكل لتر بنزين، والتقييم 91 ممتاز، بنزيمة 91 تعتبر نوعا ما جدا متميزة. التحكم بالتكييف غير منفصل ما بين السائق والراكب، تكاهل بالوسط وحملة اكواب 2، سماعات ما شاء الله، تناسق في الالوان بشكل جدا جميل، بيانو بلاك كروم، فامور جدا جميلة مضافة فيها بشكل كبير. ولو انها شكل القديم بس برضه تفاصيلها القديمة جميلة. التحكم بالمرايات، التحكم بالمراتب وذاكرة لها بشكل كامل، بيانو بلاك هذا الجزء وهذا الجزء جلد، نوافذ كلها كهربائية. التحكم بالمراتب، السيرينج، التحكم به يدوي عاد، هنا عاد حساسات تراكشن، غطى المحرك، فتح غطى المحرك وفتح صندوق الأمتعة، خروج عن المسار، كلها موجودة ما شاء الله. كأكبر شاشة شفتها طبعا أقرب للسيارات نيسان الجديدة أو الكهربائية، أو نقدر نقول سيارات رينو. طبعا شنجان ورينو نفس الشركات أو بينهم تعاون، تفاصيلها متقاربة، في نفس الشاشة جاي بهذا التصميم، تصميم جميل. آه
البريك الالكتروني هذا الجير، منفذ 12 فولت يو اس بي وشحن تشغيل بصمة. طبعا التحكم بالصوت والميديا بشكل عام، خروج عن المسار، مثبت السرعة، اوامر صوتية، كلها موجودة. طبعا للأسف للأسف الشديد السيارة طبعا مفصولة بالطارية، لما مفصولة بالطارية بالأصح البطارية منتهية، فما في إمكانية إن نشغل الإضاءة ونشوفها. بنكتفي بعض التفاصيل، لكن أحاول بعد شوي أصورها وأتركها لكم في صندوق الوصف، في رابط أدخلوا على الرابط تلقون صورها بإذن الله كاملة. جايك جايك. طيب دقيقة خلاص غلقت. ف حملات أكواب 2، يا وجه الله هذا منفذ لليو اس بي موجود، السقف شمسات فيها مرايات، حبينا نغطيها لكم بشكل سريع. نعم شكل قديم مثل ما قلنا، في موجود الشكل الجديد منه بإذن الله الأيام الجاية نصورها لكم، نستعرض كامل تفاصيله بقناتنا على اليوتيوب، وبنشوف مواصفات الشكل الجديد وش التغييرات اللي حصلت عليها. اي نعم تغييرات كاملة، شكل جميل وتفاصيل اجمل بإذن الله الأيام الجاية نصورها لكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك. طبعا ابرز منافسات اكيد شنجان سي اس 95 هافال اتش 9 بالاضافة ل ار اكس 8، هذه ابرز منافساتها. وفي الاخير جي اس 8 اللي هي جي اس اللي هي من شركة جي اي سي، جي اس 8 بالاضافة لشنجان اتش 9، وبالاخير ار اكس من شركة ام جي 8. في امان الله. ما شاء الله جنوط 19 انش تعتبر من اكبر انواع الجنوط اللي موجودة في السيارات بشكل كامل، جنوطها كبيرة ترى ما شاء الله 245 55 19 ار اتش انش. تكنولوجي، اضاءات ال اي دي، حساسات امامية وجانبية، انظمة امام مرتفعة فيها بشكل ملحوظ.